رفعت الراية مشاهدينا متابعينا الكرام، اندفعت الجياد المستوردة الباحثة عن مساهمة نادي الفروسية لهذا الأسبوع على مسافة 2000 متر، وقيمة الجائزة 120,000 ريال بمشاركة 15 رأسا تمثل أيضا 15 شعارا باحثة عن مساهمة نادي الفروسية. عساك بخير، يبدأ الانطلاق بهذا المشاركة في الصدارة مع محاولات التقدم أيضا لنوباكشات في المرتبة الثانية في هذا الظهور الأول مع محاولات بوسيك للبوابة الثامنة، أيضا من البوابة الثامنة الذي يذهب الآن للتحاذي مع ساك بخير، وكذلك نوباك شات أيضا في المرتبة الثانية. يبدأ الآن التحاذي مع سارتد الذي يأتي في المرتبة الرابعة مع محاولة ويلشنبرور أيضا في المرتبة الخامسة في الصراع في بدايته، وبوسي قصد يذهب في صدارة هذا الشوط المنتصف مع محاولة لورنس أيضا للإتيان من الخارج الذي يبدأ التقدم شيئا فشيئا مع سارستيد أيضا فيما الصدارة ما بين عساك بخير وأيضا بوسيكاست في المرتبة الأولى مع تحاذي مع عساك بخير وأيضا لورنس الذي يأتي أيضا من الخارج مع محاولات مستنيرة الذي ربما يكون له حضور قوي هذا المساء مع أليكسيس مورينو. يبدأ الذهاب للطريق الآن من الخارج مع بوسي جاست وأيضا لورانس وأيضا مستنير ومن يأتي أيضا لهذا النزال الذي بدأ يشتد شيئا فشيئا مشاهدين الكرام مع حضور روبن ذا ريد. الصراع الصراع، إنه يذهب وستار يأتي للصراع ومع أيضا روبن ذا ريد لورانس، صراع 200 متر الفاصلة، الصراع المستنير الذي يتقدم لهذا النزال كاسم مرشح قوي. مستنير ينير الطريق الآن بدخول أيضا سارستيد. مستنير يذهب بالفعل مشاهدينا الكرام لمساهمة نادي الفروسية كاسم قريب.